أيتها السيدات أيها السادة، نحن في هذا البرنامج نتطرق إلى أمور كثيرة، ودافعنا دائما هو ما نعتقد أنه ينطوي على فكرة الحق ومعنى الحقيقة. اختلف معنا الآخرون أم لم يختلفوا، وافقنا البعض أم لم يوافقوا، والاختلاف والموافقة لها أسباب كثيرة، بعضها أيديولوجي وبعضها انطلاقا من حب المعرفة وبعضها شخصي وبعضها حتى العداء. أحيانا يجب أن لا يلغي وعي الإنسان بالحقيقة. أن تكون عدو شخص ما، يمكن أن ينطق هذا الشخص الذي أنت عدوه بالحقيقة، وبالتالي نحن لا نتكدر من الذين يختلفون معنا، وأيضا لا نفرح كثيرا بالموافقة، نحب الاختلاف لأننا نحب النقد، ولكن في إطار البحث عن الحقيقة وفي إطار الدفاع عن الحق. أما الاختلاف الذي يتحول بالأساس إلى نوع من المعركة البدائية الرعائية، فنحن لسنا في وارد الاهتمام بها. ولهذا ففيما يتعلق بالأدب، بالفلسفة، بالشعر، بالرواية، بالوقائع، هذا كلها صعد من التفكير الحر الأورينت، وهذا البرنامج هو التفكير الحر بعيد عن أي مصلحة. نحن لسنا مؤسسة تابعة لدولة أو لجهة أو لمؤسسة مرتبطة بنظام عالمي أو لفضائية ما من الفضائيات، لا، هذا منبر حر يجري فيه القول بحرية عن كل شيء دون استثناء، من الحياة الثقافية إلى الحياة الاقتصادية إلى الحياة السياسية إلى المشاكل العالمية. ولهذا المنتمون إلى الفعل في هذه المحطة الأوريان هم لا يعبرون إطلاقا عن شيء مؤسسي مرتبط بهذه الدولة أو تلك. من هنا فإن حقل الحرية يتيح لنا أن نتحدث بما لا يوافق وما يوافق، وليس هذا هو المقصود، أن نتحدث بما لا يوافق أو ما يوافق، نتحدث بما يمليه علينا عقلنا الحر و زوايا رؤيتنا. قد نخطئ، ما من إنسان إلا ويخطئ، ونصيب، وما من إنسان إلا ويصيب، لكن أخطاؤنا وصوابنا مرتبطة، هذا كله مرتبط بقناعاتنا التي نقولها بشكل حر. لماذا قدمت بهذه المقدمة لهذه الحلقة؟ أيتها السيدات أيها السادة، كنت في حلقة سابقة تحدثت عن المعقول التاريخي، الواقع المعقول، وأردت أن أسس عليها نظرتي إلى التاريخ. لا يمكن لدارس للتاريخ أن يدرسه إلا تأسيسا على ما هو عقلي أو على ما هو معقول أو على ما هو واقعي. دون العقل والمعقول والواقع لا يمكن إطلاقا أن نقدم خطابا في الماضي ينطوي على جزء من الحقيقة، لا يمكن. وبالتالي يجب أن نسأل دائما عن الواقع، هل هذا الواقع ممكن أن يكون قد تحقق أم لا؟ هل هذه الواقعة جزء من المعقولية صدقها عقل أم لا؟
وبالتالي العقل ينتج عنه المعقول، والواقع ينتج عنه العقل والمعقول بهذا المعنى. سأطرح القضية التالية التي جرى الاختلاف حولها، وكنت قد كتبتها في الأورينت، وعنوانه ما لا يصدقه العقل. لنأخذ شخصية عظيمة في التاريخ العربي الإسلامي، شخصية خالد بن الوليد. بمعزل عن الاختلاف وتقويم هذه الشخصية من قبل هذا الطرف أو ذاك من المذاهب أو من الأديان، أنا هنا لا أتدخل في هذه القضية، لأن أصلا الحديث عن خالد انطلاقا من نظرة مسبقة، انطلاقا من أنه ليس مع أو ضد، هذه قضية لا تعنيني إطلاقا. ما يعنيني ما يلي: هذه الشخصية، شخصية خالد بن الوليد، شخصية عبقرية عسكرية، وهو قائد جيوش من الطراز الرفيع، وقاد جيوش كبيرة، ووضع خطط عظيمة، واستطاع أن يهزم إمبراطوريتين كبيرتين، مش هو طبعا، ليس هو، هو والجيش الذي نظمه أو معه، والقادة العسكريون الكبار الذين قادوا الجيوش، استطاع أن يقضي على إمبراطورية كبيرة هي الإمبراطورية الفارسية، أخذ بلاد الرافدين وما وراء النهر، وعلى إمبراطورية كبيرة هي الإمبراطورية البيزنطية، أخذ بلاد الشام وحتى وصل ما بعد الأناضول. طيب، وأيضا نذكر عمرو بن العاص الذي أخذ مصر بسهولة، ووصلت جيوش المسلمين العرب إلى الأندلس. سأبقى عند خالد. تفكرت بالموضوع، هل يمكن لشخصية عسكرية على هذا النحو يقود جيوش منظمة أن يكون ثمرة ما نسميه بالعامية هوشة، إنه والله تعالوا لنحارب ونفتح؟ لا، هذا عقليا لا يستقيم. يجب أن يكون خالد قائدا عسكريا في دولة ما، في إمارة ما، ويجب أن تكون هذه الإمارة أو هذه الدولة مهما كانت حدودها موجودة، ويجب أن تكون منظمة، ويجب كل دولة أن تنطوي على جيش عسكري، وبالتالي هو ثمرة جيش منظم، وليس ثمرة شخص لا يعرف شيئا عن الحياة العسكرية. وبهذا المعنى المعقول التاريخي أن قائدا عظيما كخالد بن الوليد يجب أن ينتمي إلى إمارة أو دولة متكونة، والإمارة والدولة المتكونة في أي مرحلة من مراحل التاريخ تمتلك جيشا عسكريا منظما. هل هذا القول المنطقي والعقلي؟ هل يجرح الآخرين؟ ما القول هذا؟ ما في هذا القول الذي يجرح الآخرين؟ هم لديهم سردية قديمة، سردية أنه في ناس هاجوا مسلحين بإيمانهم وقضوا بسبب إيمانهم على هاتين الدولتين، ربما يكون الإيمان لعب دورا مهما، لكن أنا أتحدث عن الواقع العقلي المعقول. طيب، هناك جيوش تكونت، أبو عبيدة هل هو شخص عادي؟ عمرو بن العاص هل هو شخص عادي؟ شرحبيل بن حسن هل هو شخص عادي؟ سعد بن وقاص هل هو شخص عادي؟ من أين نشأ هؤلاء القادة العظام؟ يجب أن ينتموا عقليا وواقعيا إلى دولة متعينة. أما الحديث عن أنه مجموعة جاءت
وبدأوا يجيشوا هنا هذه قبيلة ومن هون شوية بدو. هذا ليس صحيح. النقطة الثانية أيتها السيدات أيها السادة، أنا ذهبت إلى أريحة، أريحاء فلسطين، وإلى أريحة أيضا إدلب، وهناك شاهدت قصر هشام بن عبد الملك. يمكن أن تدخلوا على النت وتشاهدوا فن العمارة في قصر هشام بن عبد الملك الذي يمتد إلى دنومات، وبفن عمارة لا يمكن أن يتخيله عقل بالجمال والزخرفة. وستمضي أيام كي تتجول في هذا القصر، وتقوم الآن السلطة بحدود إمكانياتها بترميم هذا الجانب من القصر أو ذاك الجانب، لأنها لا تستطيع أن ترمم هذا القصر بكل ما ينطوي عليه، لأنه قصر كبير ويحتاج إلى أموال كثيرة، ويبدو أن مؤسسات دولية لا تساعد السلطة على ترميم هذا القصر. سؤالي، إذا كان هشام بن عبد الملك وهو الخليفة الأموي قادر على أن يبني قصرا كهذا، فهنا نقطتان واقعيتان ومعقولتان. هذا القصر فيه من الفن العمارة ما يأخذ بالألباب، هل يمكن لفن عمارة يأخذ بالألباب أن يتم دون أن يكون هناك معماريون وعلم معماري وخبرة معمارية؟ وبمناسبة في تمثال لهشام بن عبد الملك داخل هذا القصر، هل يمكن أن يتم هذا دون معرفة مسبقة بفن العمارة، دون وجود معماريين متخصصين بالعمارة؟ طيب إذا كان لا يمكن بناء هذا القصر، فهذا يعني أن هؤلاء المعماريين ينتمون إلى دولة مستقرة ذات تاريخ من فن العمارة. وقد تسألوني من أين جاءوا هؤلاء، من أين جاء هؤلاء؟ جاءوا في تاريخ للعمارة موجود في المنطقة. انظروا تاريخ الانباط في العمارة، أكيد أكثر السوريين وغير السوريين قد ذهبوا إلى تدمر وشاهدوا جمال العمارة في تدمر. شو الأنباط حتى على حدود اليمن ظلوا في العلا، آثارهم في العلا في منطقة في السعودية الآن اسمها العلا. هذا تاريخ من فن العمارة موجود، بمعنى إن العرب لديهم تاريخ عمارة قوي وكبير ومتقدم، وبناء عليه كان ثمرته قصر هشام بن عبد الملك. طيب هل هذا الكلام يغضب أم هو جزء من التفكير العقلي بما كان، بما بالنسبة لنا ما يجب أن يكون؟ يجب أن يكون هناك علم للعمارة. إذن نقطتان، عمارة من جهة وجيوش وقادة جيوش من جهة ثانية، تدل على وجود دول، وجود إمارات قوية، وليس مجرد ناس جاءوا من كما يقول بعض القوميين المتعصبين من قوميات أخرى إنه هدول بدو إجوا بدو ما بيفهموا شيء من الحضارة. مو صحيح. طيب بالمناسبة الدواوين كان فيها اللغة السريانية واللغة اليونانية واللغة العربية. العملة التي سكت لا يمكن أن تكون العملة ثمرة من ثمرات واحد اخترعها، لازم يكون لها تاريخ. في ممالك، مملكة كندا أين ذهبت؟ وين راحت مملكة كندا؟ هلا فكرتي العقلية والمنطقية، وأنا لا أملك معطيات الآن، أنا لست مؤرخا، أنا أفكر في التاريخ، أنا لا أؤرخ للتاريخ، أفكر
بمعقولية التاريخ. أين هي آثار مملكة كندا؟ لا أدري. الفكرة التي أريد أن أطرحها والتي تكدر خاطر كثيرين منها أن الممالك العربية القديمة ما قبل الإسلام قد توحدت بفضل الإسلام، توحدت وكونت دولة قوية تنطوي على إرث قديم من الفن والعمارة والفكر وما شابه ذلك. وإلا كيف نفسر حركة الترجمة من اليونانية إلى العربية مباشرة في نهاية العصر الأموي، ومباشرة ظهر عندي فيلسوف مثل الكندي؟ كيف نفسر ظهور المعتزلة وهذا الصراع الخلاف حول الترسيمات الدينية؟ التفكير له تاريخ أيضا. ما من أمة تستطيع أن تنتج تفكير، ما من قوم يستطيع أن ينتج تفكيرا عقليا فلسفيا لاهوتيا من العدم، مستحيل. خذوا المشكلات التي عالجها المعتزلة الذين أسسوا للاهوت الإسلامي. بالمناسبة اللاهوت المسيحي ظهر في بيزنطة، يعني بدولة قائمة، ولذلك اللاهوت الإسلامي ظهر في دولة متكونة، لكن هذه الدولة هي ثمرة تاريخ من التطور، تاريخ من التقدم. أقول هذا وأنا أقرأ بعض خطابات الذين ينالون من تاريخنا من جهة، والذين يسردون تاريخنا بدافع الحب بشكل غير عقلي. الحب لا ينتج تاريخا ولا البغض ينتج تاريخا. أي أنا لا أستطيع أن أكتب التاريخ انطلاقا من حبي أو من بغضي لهذا الشعب أو ذاك. إذا انطلقت من حبي فأنا لا أرى ما هو عقلي، ومن كرهي أيضا لا أرى ما هو عقلي. مباشرة يأتيك شخص متعصب لقومية من الأقوام التي تعيش الآن في المنطقة العربية ويقول لك هؤلاء البدو القرشيين الذين جاءوا ودمروا الحضارة التي كانت في بلاد الشام والعراق. من قال أن بلاد الشام والعراق لم تكن جزءا من حضارة المنطقة وفيها أقوام عربية ذات ممالك مهمة؟ شنباط وين؟ شرق الأردن. ودمشق عاصمة نبطية بالمناسبة، حتى الآن بدمشق في شيء اسمه الحي النبطي. هذا فن العمارة النبطي وين؟ إلى أين ذهب؟ هذا تراكم تاريخي، تراكم معرفي. في قلب الصحراء تنشأ تدمر، هؤلاء مو عرب تدمريين؟ فلماذا هذا المدخل اللا أخلاقي للنيل من حضارة من جهة، والمدخل اللاعقلي من جهة ثانية لمؤرخي الإسلام؟ بالمناسبة أغلب مؤرخي الإسلام أسطوريين، أسطوريين. أعطيكم نموذج على الوعي الأسطوري في التاريخ الإسلامي. وعند مين؟ عند أهم المؤرخين العرب، الطبري. كتابه من 12-13 جزء تاريخ الطبري. هناك واقعة في التاريخ أو وقائع في التاريخ تمت، يفسرها تفسير أسطوري وليس تفسير عقلي، وسأتحدث عنها في حلقات قادمة. لكن ما أريد أن أؤكده هو أنه لابد من ثلاثة أمور ضرورية لفهم التاريخ: العقل والمعقولية والواقعية. شكرا لإصغائكم.